بسم الله الرحمن الرحيم. حلب 28/7/2012. تم استلام المبالغ المرسلة من مؤسسة الرعاية الإنسانية العالمية حليب أطفال. جينا حليب أطفال لان 2. السلة الغذائية للعائلة رقم 899. سلة غذائية للعائلة رقم 461 531. يتم الآن تجهيز السلة الغذائية ليتم إرسالها للعوائل النازحة. هذه بعض المواد التي وصلتنا إلى حد الآن. هنالك صعوبة في إيصال بعض المواد بسبب الأوضاع الأمنية في مدينة حلب. رز، عدس، معكروني، سمن، شامبو، مرتديلا، اندومي، حفاضات اطفال، حليب للاطفال، زيت، جبنه، زيتون، عطون، رز، السلام عليكم.